قال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج كرر التهامي إن تحويلات المغتربين تأثرت في الفترة الأخيرة بسبب العقوبات الاقتصادية وتنامي السوق الأسود وسعر الصرف. جاء ذلك لدى لقائه منسق بعثة البنك الدولي المشتركة للشمول المالي سيف النصر مصطفى، وأشار التهامي إلى أهمية التعاون مع البعثة لإيجاد معالجات حقيقية في ظل الحوافز والفرص التي يتمتع بها السودان، حيث أعلن منسق بعثة البنك الدولي المشتركة للشمول المالي شروع البنك الدولي في إعداد دراسة لوضع خارطة لاستخدام الخدمات المالية استجابة لطلب قدمه بنك السودان المركزي قبل عامين لمعاونته فنيا في إعداد استراتيجية للشمول المالي.